لسه مكملين مع الكابتن رضا عبد العال، يعني نعرف منه الفرق ما بين صلاح في ليفربول وصلاح في المنتخب. فرق كبير طبعا، كبير جدا، وحرام ان انت يعني تعمل والله تعمل فرق. يعني بص، فرقه ليفربول شوف مين اللي جنبه راس حربه، ومين الناحيه الثانيه، مين اللي تحتيه، الباكين رايت والباك رايت والباك ليفت احسن باكات موجوده في طب في ما اوروبا. برضه جنب صلاح في كوكا، في تريزيجيه، تضحك ليه؟ في النني. انت جاي تهرج بقى، والله انت جاي تهرج يا عم، والله العظيم كل دي لعيبه، يعني مع كل الاحترام في طارق والتقدير حامد، ماشي، يعني في محمد عبد ككوره الشافي. يا ابني خلينا نتكلم. حاضر. يعني ما تجيبش العز والغنى جنب ناس لسه بتقول يا هادي، يعني ما ينفعش. هنا فرقه متكامله، ليفربول دي فرقه متكامله، من اول حارس المرمى اللي بيلعب برجله بيعمل سروهات، وعامل لمحمد صلاح سروج راح جاب منه جول لو تفتكر، واخد بالك، والاثنين مساكين، والباكين رايت وليفت، والاثنين اللي هم الديفندرات، واللي قدامه ده بلوه مسيحه يا عم. انت بقى رايح يعني عشان كده هم ما بيعتمدوش على محمد صلاح، هم كله بيعتمد على اللعب الجماعي، واي حد يجي هو اللي يجيب جون، اي حد يروح يعمل اللي هو الاختراق هو اللي بيروح يجيب جون، سواء بقى ماني، سواء فورمينيو، سواء صلاح. فعشان كده مش هم محجمين لعبهم على صلاح، فعشان كده هم ناجحين. وطبعا امكانيات هائله بين اللعيبه هنا واللعيبه هنا، انت اللعيب هنا بيمسك الكره عقبال ما يرفع وشه، يعني يكون مثلا عدى ربع ساعه، هناك تك 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 على طول، تلاقيه واحد جاي صاروخ جاي من ورا رايح يجيب جون او راح يعمل جون. ما فكرتش تروح تحضر ماتش في الدوري الانجليزي يعني الفتره اللي فاتت قبل كورونا، ولا تضحك ليه؟ لا ما فكرتش ولا هفكر، ليه؟ مش في دماغي، يعني انا ما بحبش ما اتفرج بتحلق للاستاد. لا يعني ما بتحلمش انك انت تحضر مثلا ماتش ليفربول لا انا حلمت ان انا رحت كاس عالم، والحمد لله رب العالمين رحت كاس عالم. حلم ايه بقى؟ لما حضرت كاس عالم في 2018 اه في روسيا، ده ماشي. بس انا انا بتكلم يعني في مره كده حلمت ان انا هروح، اقسم بجلاله الله، والحمد لله ربنا حققها لي يعني. بس انما كدوري لا، لو هروح اتفرج على ميسي. اه يعني انت عايز تروح لا طبعا تتفرج على برشلونة يعني وصلاح هسافر ابن بلدك. على عيني وعلى راسي، ده الا كمان بقى لو هيلاعب ميسي، يبقى انت بتتفرج على المتعه وال اه لكن ممكن انت تفكر في دوت لا خالص، ميسي ولا بس. فكرت ان انت مثلا تكلم محمد صلاح فيجي هكلمه ليه؟ ما يعني تكون هكلمه ليه؟ ربنا موجود؟ يوفقه وربنا يزيده. وبعدين انا بتضايق قوي من الناس اللي هي بتعمل مقارنات بينه وبين الكابتن الخطيب، وبينه وبين ابو تريكه، وبينه وبين ما فيش مقارنة. لا طبعا لا طبعا ازاي؟ لا. بص، محمد صلاح لو هنا نعمل مقارنه، لو هنا في مصر نعمل مقارنه مع اي حد وده حقنا، انما هو راجل بيطلع على منصات التتويج بره احسن هداف واحسن لعيب في العالم واحسن لعيب في اوروبا وكل الكلام ده، فانت احنا هنا كبرنا خدنا ايه؟ احسن لعيب في مصر هو هنا